السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم طلاب؟ طلاب محاضرتنا لهذا اليوم، أو إحنا سابقاً المحاضرة اللي أخذناها هو موضوع مهم، قلنا هو الهستوغرام. الهستوغرام، فجينا شرحنا الهستوغرام ووضحناه وعرفت شلون اني ارسم اللي هو يمثلي المخطط البياني، شلون ارسم الاكس والواي، وكذلك الهستوغرام شلون اني ممكن ارسمه بدون فجوات without gaps. تمام، وعرفنا شروط الهستوغرام للرسم شلون يكون، كذلك عرفت شلون امثل الهستوغرام باي سؤال او مسألة ممكن تجيني. قلت اول شيء امثل البيانات اللي منطينيها بالسؤال على شكل شو منطيني، هو بكسلات او مثل ما اخذنا جريدز درجات، فامثل اول شيء الاليمنتس العناصر او البيانات اللي منطينيها بالسؤال. بعدها الحقل الثاني هو ما يحتوي على الكاونت التكرارات الخاصه بالبيانات اللي منطينيها بالسؤال. بعدها اذا طلب مني الرينج فالرينج يساوي لي الكاونت على سم اوف كاونت، اذا ما طلب مني الرينج فما يحتاج الى حقنا رينج. بعدها اجي مباشره ارسم الهستوغرام. تمام، هسه حناخذ مثال اخر او اكزامبل اخر بالاضافه الى الاكزامبل السابق اللي اخذناه، او اكثر من اكزامبل اخذناه سابقا. حناخذ اخر اكزامبل بالهستوغرام، بعدها نجي ناخذ اول نوع من انواع الهستوغرام. فاذا حناخذ مثال ونوضحه، يقول 20 كاستمرز 20 زبون اوف ال اي، هاي اسم شركة، اسم مكان معين، where randomly sampled and the amount of spent for lunch was recorded. تمام، يقول عندي 20 زبون من شركة معينة اسمها LA، بشكل عشوائي منطينا قيمة المصاريف اللي صرفوها على وجبة غداء بمكان معين أو مطعم معين. شنو المصاريف اللي صرفوها هذول العشرين كوستمر، العشرين زبون؟ 12 صرفوا 12.48، 12.58، 10.75، 7.61، 11.31، 10.41، 11، تريد تكتبها 11، تريد الصفر حتى يكون متساوي، فبصورة عامة 11، 10.57، 14.85، 9.74، 10.10،
8.64 9.45 14.95 9.25 10.51 18.5% 13.5% 12.85 بس لحظة خلنا نحسبهم هنا 20 كوستم 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 16 17 تمام. هذه شنو؟ هذه مصاريف الزبائن اللي أقضوها لوجبة غداء. أوكي، شي يريد مني؟ قايلي construct a histogram of data. اوكي، هسه طلاب اجي حوضح لكم السؤال. قايل لي 20 customer of LA، عندي 20 زبون من شركة معينة اسمها LA. randomly sampled، يقول بصورة عشوائية تمثلوا the amount of spent for lunch was recorded. حينطيني كمية أو أسعار يسجلها، يسجل لي أسعار اللي أكلوه، شنو أخذوا من وجبة الغداء الكل شخص، الكل كوستمر. أوكي، يعني عندي 20، شنو 20 قيمة. أوكي، شقد بي، شقد دفعوا الاماونت او القيمة الخاصة بكل زبون لوجبة غداء. منطيني هذا القيم من 12.48 الى 12.85. زين، اش طالب مني؟ قايل construct a histogram of data، قايل ابني لي الهستوغرام لهاي البيانات اللي انا منطيك اياها. اول شيء اشوف شنو نوع الهستوغرام المنطيني اياه، ما محدد لي. لا قايل لي histogram equalization، ولا قايل لي ماتشينج، ولا قايل لي اي نوع من انواع الهستوغرام. اذا معناها ده يريد مني هستوغرام عادي، معناها يريد مني البيانات، ادخل البيانات بصورة عامة اللي هي الاليمنتس العناصر والكاونت. تمام، with range والرينج. اوكي، خلينا نضيف الرينج حتى اقدر استخرج الاماونت. تمام طلاب، هسه نجي نحل هذا المثال. اوكي، اللي طالب لي بيه الهستوغرام اللي منطيني قيمة اسعار وجبة غداء 20 شخص. اجي اني اعرف حتى اشتغل الهستوغرام لازم شنو اضيف؟ العناصر. العناصر هنا هي شنو؟ هي البرايس، لان الاسعار، فاضيف العناصر. بعد العناصر الكاونت او الفريكوانسي، عفوا الكاونت او الفريكوانسي. بعدها اذا منطيني رينج اضيف رينج، ومنطيني فما اضيف، فايضا طالب مني الرينج. ورا ما استخرجهم اجي شنو؟ ارسم الهستوغرام. اوكي، هسه عرفنا السؤال، طالب مني هستوغرام. يقول الثاني من يطلب مني هستوغرام معناها اضيف للعناصر الكاونت، اذا طالب مني رينج اضيف حق الرينج، ما طالب مني رينج ما اضيف حق الرينج. هسه حاليا طالب مني بالسؤال رينج.
اجي هسه احل خطوه خطوه. اول شيء اكتب له الاسعار. زين انا الاسعار منطيني 20 شخص، سعر العشرين شخص ايش قد دفعوا؟ زين شلون انا حعرف الكاونت بيناتهم حتى اعرف النسبه بين القيم الهذي 20 سعر اللي منطيني اياه؟ شو اقول له؟ اقول له ويت الكميه تساوي لي رينج على كي، رينج على كي. اوكي الرينج شو يساوي لي؟ الرينج يساوي لي اكس ماكس ناقص اكس مينيموم، تمام، على كي. الكي اللي يساوي لي شنو؟ يساوي لي جذر ان. طلاب في حال انطاني قيم معينه واني ما اعرف شنو الفرق بيناتهم او القيمة التقريبية اللي بيناتهم حتى اني استخرج الكاونت، يعني انا هسه ما اقدر القيم اجي اخذهن مباشرة من اصغر رقم لاكبر رقم واضيفهن. اوكي فلنفرض ضفناهن العشرين رقم، الكاونت شلون حطلع؟ وين التكرارات اللي موجودة؟ فلازم شو اسوي؟ شلون هسه اني عندي بالدرجات سويت اعرف عن الدرجات قسمتها، لان انا اعرف الدرجات من العشرة او من الواحد للمية، فقسمتها عشرة عشرين ثلاثين. اوكي اما اذا قلت درجة نجاح فبديتها 50-60 وهكذا. زين هنا منطيني اسعار ما اعرف شنو القيمة التقريبية بيناتهم بحيث اقدر استخرج كاونت. فبهالحالة شو اسوي؟ اكتب هذا القانون اللي هو W يساوي للرينج على الكي، تمام. زين الرينج شلون اطلعه؟ الرينج هو X max ناقص X min، اكبر قيمة ناقص أصغر قيمة موجودة عندي بالأسعار. إذا نلاحظ أكبر قيمة موجودة عندي بالأسعار شقد؟ إذا نرجع للأسعار ونشوف أكبر قيمة كانت موجودة عندي شقد؟ ذني الأسعار، تمام. أكبر قيمة موجودة هنا عندي من 12 10 7، أكبر قيمة موجودة عندي هي 18.5%، فأضيف أكبر قيمة حتى أستخرج الرينج. فأكبر قيمة هي 18.5% ناقص أصغر قيمة هي 7.61. أوكي طلاب ليش استخدمت هذا القانون؟ حتى أعرف القيمة التقريبية بين مجموعة الأسعار وأقدر أستخرج الكاونت. أوكي فإذا يا قانون أستخدم في هذه الحالة W يساوي لي رينج على K. أوكي زين الرينج شلون أطلعه؟ الرينج يمثل لي أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة، فضفت أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. أما الكي هو جذر الN. الN شنو؟ هو الأعداد، مجموع الزبائن أو مجموع الأشخاص أو مجموع الدرجات شنو يكون موجود عندي؟ فالN هو المجموع، احنا شقد مجموع الزبائن؟ 20، فإذا جذر 20، تمام؟ أوكي، هسه أجي أستخرج 18 ناقص 18.5% ناقص 7.61 شي يساوي لي؟ يساوي لي 10.44. أوكي جذر العشرين شي يساوي لي 4.47 انقربة للخمسة، تمام. أجي أستخرج الدبليو، إذا الدبليو إيش حيساوي لي؟ اللي هو 10.44 على 4.47 أو خمسة يساوي لي 2.9%. اوكي فهسه جيت استخرجت ال W. هاي شنو حستفاد منها؟ هسه اول شي عرفنا شلون استخدمنا القانون، شنو استخرجنا من القانون؟ انه الرينج هنا يساوي لي اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة على جذر ال N. ال N يساوي لي هو المجموع البيانات اللي موجودة، مجموع البيانات او مجموع الاشخاص او مجموع الاسعار هي 20، فجذر ال 20 اجيت استخرجتها وطلعت القيمة النهائية لل W. زين هاي القيمة شنو استفاد منها؟
اجي اريد امثل بين اني اعرف اني حبدي منين بالبرايس، ابدي من اصغر قيمة الى اكبر قيمة، لكن تحت قيمة تقريبية. اني اعرف انه هي اصغر قيمة بالبرايس هي شنو 7.61. اوكي، هذا اللي وين اخذه؟ قيمة تكون مفروض بيناتهم 2.9%. خل امثلكم اياها هنا وبعدين اجي اكتبها. خل نفرض هذا الاكس، بعد نحن ما راسمين لكن مجرد اريد استخرج لكم القيم حتى لا تصير هوسة عليكم. انا بديت اشقد 7.61. اوكي، اضيف لها اشقد 2.9%، اشقد حيصير 9.70. اوكي، اضيف لها 2.9%، يعني اضيف لها شنو؟ زائد الدبليو، زائد الدبليو اللي هي شنو الدبليو؟ هي 2.9%. اوكي، اضيف ال 9.70، اضيف لها 2.9% يساوي لي 11.79. اضيف لها 2.9% يساوي لي 13.88. ايضا اضيف ال 2.9% يساوي لي 15. ليش بقيت اضيف؟ لان اريد اوصل الى اكبر قيمة موجودة عندي بالسؤال، 15.97. ايضا اضيف لها 2.9% شنطيني 18.6%. اللي هنا طلاب اتوقف هنا 18.6%. اتوقف ليش؟ لان اني اكبر قيمة عندي شقد هي 18.5%. اوكي طلاب، هنا الهستوغرام نفس تقريبا الأمثلة السابقة، لكن اللي يختلف شنو؟ هنا شلون أني حستخرج القيمة التقريبية بين الأسعار. في حال طلاب منطيني قيم معينة وأني هاي القيم ما أعرف القيمة بياناتهم بحيث أقدر أستخرج العدد التكرارات أو الكاونت، زين هسه مثلا أكو أشياء مبينة معروفة مثل ما أخذنا بالدرجات، فأعرف الدرجات من 10 إلى 20، من 20 إلى 30، من 30 إلى 40، من 50 إلى 60 وهكذا. زين هنا شلون اعرف؟ او مثلا ينطيني مثلا درجات الفشل لل 40% او لل 49%، او درجات الباص العبور حتكون لل 99 او لل 100%. هاي اذا درجات. اذا منطيني واني ما اعرف، مثلا هنا منطيني اسعار واني ما اعرف شلون اعرف القيم التقريبيه بيناتهم، فاجي لازم استخدم القانون اللي هو W يساوي لي رينج على K. الرينج هو أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة، X max ناقص X min على الكي اللي هي جذر الـ N. أوكي، استخرجتهم طلعت القيمة التقريبية هي 2.9%. تمام، هسه أجي شلون حمثلها أني بالتيبل أو بالجدول مالتي؟ أني أعرف شو أخذ من أكبر قيمة إلى أصغر قيمة، فمثلت لكم إياها هنا ليش؟ حتى تكون واضحة عندكم، هسه ما أريد أكتبها مباشرة حتى تكون واضحة لكم. اوكي زين، 7.61 اضيف لها القيمة اللي انا W اللي استخرجتها صارت 9.70، ايضا ضفت لها القيمة 11.79، وهكذا الى ان اوصل الى اكبر قيمة موجودة عندي بالسؤال اللي وصلت لي وين 18.6%. توقفت ليش؟ لان اكبر قيمة موجودة عندي هي 18.5%. واضح طلاب؟ هي هاي الفكرة اللي خاصة، الفكرة كلها الخاصة بهذا المثال. هسه أجي مباشرة أنقل القيم اللي موجودة عندي اللي هي تبدي من 7.61، المن يعني حتكون للتسعة بوينت 70، ومن التسعة بوينت 70 لهداعش بوينت 79، من هداعش بوينت 79 إلى 13.88، من 13.88 إلى 15.97، من 15.97 إلى 18.6%. تمام طلاب، هسه عرفنا شلون نكتب البرايس، كتبنا البرايس.
اجي استخرج الكاونت لكل واحد. شلون استخرج الكاونت؟ يقول اللي دفع سعر بين 7.61 الى 9.70 كم واحد، كم واحد دفع هذه النسبة من الاسعار، فاكتب كم شخص، كذلك بالنسبة للبقية. تمام؟ فاذا اللي دفعوا من 7.61 الى 9.70 كم واحد؟ 4 اشخاص. طبعا نرجع للاسعار، العشرين سعر اللي موجود عندي، اشوف خلال هاي القيم كم واحد دفع احسبهم. زين، من بين 9.70 الى 11.79 كم واحد؟ 8. بين ال 11 وال 13 كم واحد؟ 5. بين ال 13 وال 15.97 كم واحد؟ 2. وبين ال 15 وال 18.6% كم واحد؟ شخص واحد. تمام؟ حتى اتاكد انه حلي صح اجي اجمع الكاونت. 4 زائد 8 12 12 زائد 5 17 17 زائد 2 19 زائد 1 20. اذا مضبوط، هم 20 شخص اي 20 سعر. تمام طلاب؟ هسه كتبت البرايس، عرفت شلون طلعت البرايس من خلال قانون، كتبت الكاونت. الكاونت يقول عدد الاشخاص اللي دفعوا هاي الاسعار خلال هذه القيم. هسه بعدها اني اجي ارسم، اقدر ارسم، لكن طالب مني بالسؤال الرينج. الرينج شي يمثل لي؟ يمثل لي الكاونت، نعرف انه الرينج يساوي لي الكاونت على اليمين على السم اوف كاونت او التوتال. فهنا 4 على شقد؟ على 20. 8 على 20. 5 على 20. 2 على 20. 1 على 20. اوكي، اجي استخرج النسبة بالمية. زين، 4 على 20 يساوي لي 0.2، اي 0.2 ايش قد؟ 20 عفوا يساوي لي 0.20، اي النسبة مالتي هنا للرينج ايش قد؟ هي 20. وهنا صارت هوسة، ايش قد هي؟ 20%. النسبة الاولى هي 20%. زين، 8 هسه اجحت، 8 على 20 0.4% اللي هي ايش قد؟ يعني نسبة 40%. زين، 5 على 20 ايش قد؟ 25%. 2 على 20 ايش قد؟ هي 0.1 اي 10%. 1 على 20 يساوي لي 5%. تمام طلاب؟ اطلع الرينج، انا اعرف ان الرينج هو الكاونت على التوتال. الكاونت يعني قيمة كل كاونت على التوتال اللي هو يساوي لي 20. فاجي استخرجه بالحاسبة، ايش يطلع لي؟ اول واحد يطلع لي 0.2 اي 20%، الثاني يطلع لي 0.4 اي 40%، 0.25 اي 25%، 0.1 اي 10%، و 5.5% اي 5% نسبة كل سعر. تمام؟ هسه اول شيء قبل لا نرسم صار واضح عندنا شلون، عرفنا شلون استخرج البرايس، الكاونت، الكل سعر والرينج. هسه بعد ما كملت اجي ارسم الرسم اللي يمثل لي البرايس. هنا عندي البرايس والكاونت او الفريكوانسي. البرايس منين يبدي لي؟ عندي 7.61، 9.70، 11.79، 13.88، 15.97، وآخر شيء
18.6%. اوكي هذا البرايس. اجي الكاونت من واحد ان من اكثر شيء عندي 8، فاذا 1 2 3 4 5 8. اوكي هسه اجي ارسم الهستوغرام رسم اعتيادي. زين اقول له بين 97 والتسعة، بين 7 والتسعة شقد؟ 4. فاجي ارسم بين 7 والتسعة شقد؟ 4. بين 9 والـ11 شقد؟ 8. اجي ارسم 8. طبعا اذا ننتبه يكون لازم الرسم بدون no gaps، بدون فجوات. بين 11 والـ13 5. تمام. بين 13 والـ15 2. كذلك بين 15 والـ18 1. اوكي اجي ارسم الرينج عليه، عندي بالـ4 شقد؟ هنا 20%، 40%، 25%، 10%، وهنا 5%. تمام طلاب، هذا انتهى حل المثال اللي أخذناه. هعيده بشكل سريع. طلاب إيش منطيني؟ منطيني 20 زبون. ده يقول لي هذا 20 زبون. أوكي ده يقول لي هذا 20 زبون إيش بيهم؟ إنه من شركة معينة راحوا المكان معين، مطعم معين، الوجبة غداء، ودفعوا أسعار. الأسعار هذه كل واحد سعره، 20 أسعار لـ20 شخص. أوكي أي 20 سعر. زين حتى أجي أني أعرف شلون أستخرج الكاونت أو الفرق بيناتهم، لازم أستخدم معادلة هي W يساوي للرينج على K. الرينج يساوي لي أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة موجودة عندي بالأسعار أضفتها واستخرجتها. أما الكي يساوي لجذر الان. الان شي يمثل لي؟ يمثل لي عدد الأسعار الموجودة وعدد القيم الموجودة وعدد الزبائن الموجودين. تمام زين استخرجت القيمة، استخرجت القيمة التقريبية بيناتهم. هاي القيمة التقريبية أجي أمثلها بين أصغر رقم إلى أكبر رقم موجود عندي بالأسعار أو القيم. زين فأضيفها، أخذ أو أصغر قيمة وأضيف بها القيمة التقريبية اللي استخرجتها اللي هي 2.9%، وهكذا إلى أكبر قيمة. بعدها أجي أمثلها بالجدول اللي هو يمثل لي البرايس. بعدها الكاونت اللي هو عدد الأسعار خلال هذه القيم. بعدها الرينج اللي هو نعرف قانونه هو الكاونت على التوتال، يعني قيمة الكاونت الموجودة على مجموعهم أو التوتال الخاص بهم. بعد ما استخرجته أو كملت التيبل اللي موجود عندي، استخرجت البرايس واستخرجت الكاونت، أجي أمثله على الرسم الخاص بالهستوغرام، وأجي أرسم الهستوغرام. كنا عرفنا شلون نرسم الهستوغرام. تمام طلاب، هاي طلاب بالنسبة إلى الهستوغرام، عرفنا شلون نرسم إذا جانا بصورة طبيعية مثلا كصورة، أو منطينا أرقام بصورة مباشرة، إذا أجتنا درجات، إذا أجتنا قيم معينة، عرفت شلون أرسم الهستوغرام. زين هسا طلاب نجي ناخذ أول موضوع أو أول نوع من أنواع الهستوغرام.
فطلاب اجي اخذ اول نوع من انواع الهستوغرام. طبعا بما انه احنا عرفنا الهستوغرام فحيصير سهل انواع الهستوغرام، ليش؟ لان تعتمد بصورة رئيسية تقريبا نفس الرسم. لكن شنو اللي يختلف؟ هسه نجي ناخذ هسه اول نوع من انواع الهستوغرام او الملزمة الرابعة اللي موجودة عندكم هو الهستوغرام ايكواليزيشن. هذه المعادلات الخاصة بالهستوغرام ايكواليزيشن، كذلك نشوف التغيير هنا الترانسفورميشن. اذا نلاحظ هنا المثال اللي منطيني اياه، منطيني قيم معينة الكاونت مالتهم، وهنا شلون مستخرج منه الهستوغرام ايكواليزيشن. اوكي، هذه المعادلات الخاصة بالايكواليزيشن. كذلك اذا نجي نلاحظ نشوف هنا الصور شنو التغيير change اللي يصير بكل صورة اثناء الايكواليزيشن. طبعا احتمال المحاضرة القادمة اكتب لكم الكود الخاص بالهستوغرام ايكواليزيشن. اوكي طلاب، اذا نلاحظ هنا الفرق، اذا نلاحظ بين الفرق اللي يصير اثناء شنو، شوف احنا ماخذين صور، طبعا عندي صور اكو بيهم اني مزيدة الكونستراكت، اكو بيها انه اني مقللة الاضاءة، هنا عندي اللو والهاي، دارك وايت، يعني انواع الاضاءة اللي موجودة على الصور. اذا لاحظ من اني ضفت لها الكود الهستوغرام، فنلاحظ الصور اللي حصلنا عليها كلها نفس الصور، ليش؟ لان هاي صور ايكواليزيشن، اوكي، متعادلة او متشابهة. وهنا الرسم الاعتيادي للهستوغرام اللي يكون بالماتلاب. هسه طلاب خلنا ناخذ مثال خاص بالهستوغرام ايكواليزيشن ونشوف شلون نحله. قلت لكم بما انه احنا عرفنا الهستوغرام فهذا حيكون علينا سهل، فحناخذ مثال بي، طبعا الفرق بسيط. ناخذ example، يقول make، يجي لي make. طبعا يقدر نفس تقدر نفس الامثله اللي اخذناها بالهستوغرام نفسها، وممكن ما اقول لك اريد فقط الهستوغرام، اقول لك اريد هستوغرام equalization. فيعني ممكن الأمثلة السابقة وأقول لك construct histogram equalization، يعني يشتغل لي أو بني لي histogram equalization مو histogram عادي. أوكي histogram equalization، تمام. هسه شنو بالhistogram إيش منطيني؟ اوكي دا يريد مني هستوغرام ايكواليزيشن. زين شنو اللي منطيني اياه بالسؤال؟ منطيني درجات، منطيني اسعار، منطيني عدد طلاب، منطيني عدد اساتذه، لكن لا، منطيني الصوره. هاي الصوره هي 4x4 زين. اوكي الصورة مالتي او الامج مالتي 4x4 منطيني تحتوي على مجموعة من البكسلات 50 55 100 55 100 80 70 50 50 50 51 50 50 55 90 80 70. تمام طلاب، هسه ايش منطيني؟ منطيني صورة، هاي الصورة تحتوي على بكسلات، لكن ايش طالب مني بالسؤال؟ طالب مني هستوغرام ايكواليزيشن. اوكي شنو المشكلة؟ زين ممكن ما ينطيني بكسلات مثل ما قلت لكم، ممكن ينطيني درجات، ممكن ينطيني اي قيم معينة، لكن طالب مني هستوغرام ايكواليزيشن. شنو الحل؟
أول شيء أجي طبعاً حناخذ مثال واحد لأن يكفي لأن مشابه للهستوغرام نفس الشيء، لكن الفرق فقط الـ CDF وشون أستخرج الـ HN. أوكي طلاب، قبل لنبدأ بالهستوغرام إكواليزيشن كتبوا لي هذا القانون أو هذه المعادلة اللي هي الـ HN يساوي لي CDF ناقص CDF من أصغر قيمة بالـ CDF على M في N ناقص واحد في L ناقص واحد. تمام، نجي كل واحد هذا شنو شو يقصد به، خلي أعطيكم إياه عن مثال حتى يصير أسهل عليكم هذا القانون. طلاب بس نسمع هستوغرام إكواليزيشن لازم نخلي قدامنا مباشرة هذا القانون. هنا L ناقص واحد، L ناقص واحد. أوكي طلاب، بس أسمع بالسؤال عندي هستوغرام إكواليزيشن أو طالب مني هستوغرام إكواليزيشن مباشرة أخلي أمامي هذا القانون. أوكي زين، هسه أجي خلي أحله مباشرة للقانون أو عفوا للمثال. حالياً منطيني سؤال، هذا سؤال يحتوي على بكسلات أي قيم معينة، طالب مني هستوغرام إكواليزيشن. أوكي أجي مباشرة حطيت القانون قدامي، هسه أجي أحل. أول شيء شو أسوي؟ أضيف مثل هستوغرام، أضيف القيم اللي منطيني إياها بالسؤال. شنو القيم؟ منطيني بكسلات، فإذا أقول له بكسلز وبعد البكسلز أستخرج الكاونت اللي هنا نفس الهستوغرام، فخلي أشتغله مباشرة. منطيني بكسلات بصورة عامة، فأجي أخذ من أصغر بكسل إلى أكبر بكسل. من أصغر بكسل اللي هو قد منطيني، منطيني 50، 51، 55، 70، 80، 90، 100، 150، 155. أوكي منطيني بكسلات اللي هي موجودة بالصورة، فكتبت له أول حقل هو البكسل، ثاني حقل يمثل لي عدد التكرارات. طبعا البكسل قلنا من أصغر قيمة إلى أكبر قيمة، يعني حالة حالة هستوغرام. ثاني حقل هو التكرارات، فأجي أكتب التكرارات. 50 شقد؟ 3. 51 1. 55 4. 70 2. 80 2. 90 1. بقية على واحد واحد، والمية وخمسة وخمسين أيضا واحد. هسه اللي هنا هذا كله نعرفه. شنو الفرق بالهستوغرام إكواليزيشن؟ حقلين، هو السي دي إف والإتش إن. حقلين هو السي دي إف والإتش إن. أوكي زين، شنو الـ CDF وشنو الـ HN؟ الـ HN طبعاً هذا القانون اللي موجود مباشرة أمامي أحله. شنو الـ CDF؟ الـ CDF يمثل لي، هذا يمثل لي أول قيمة، هاي القيمة أجمعها ويا القيمة اللي بعدها، فثلاثة زائد واحد أربعة. أرجع هاي القيمة أجمعها ويا القيمة اللي بعدها، أربعة زائد أربعة ثمانية. أرجع هاي القيمة أجمعها ويا القيمة اللي بعدها، أربعة زائد اثنين عشرة، وهكذا 12. أيضا أجمعها مع القيمة اللي بعدها 13 14 15 16. فإذا أول شيء أجي شنو الـ CDF؟ أخذ أول قيمة تنزل مثل ما هي، يعني نفس القيمة مع الكاونت، أول قيمة نفس قيمة الكاونت، وأبدي أجمعها مع القيم اللي بعدهن بالكاونت وأضيف الـ CDF. أوكي أرجع شنو الـ CDF؟ أول قيمة نفسها بالكاونت، وأول قيمة أبقى أجمعها مع القيم اللي بعدها موجودة بالكاونت، أستخرج الـ CDF. هذا الحقل الجديد الموجود بالهستوغرام إكواليزيشن.
الحقل الثاني هو ال HN. شنو ال HN؟ طلاب كل HN استخرجه لازم أضيف هذا القانون، فأجي أكتب هنا القانون مباشرة، القانون كل شيء يساوي لي، فأطبقه وأضيف قيمته بال HN. أوكي، فطلاب إحنا بالحال نكتب، يعني كم مرة لازم أني أكتب القانون على عدد البكسلات اللي موجودة، فأبقى أعيد القانون أكتبه، أضيف البيانات اللي بيه وأستخرج القيمة أضيفها بالتيبل. أوكي، فأجي طلاب بالنسبة لل HN، فبالنسبة لل HN أضيف القيمة CDF هي نفس القيمة اللي إحنا استخرجناها بصورة عامة، ناقص أصغر CDF موجود هو شقد عندنا؟ هو 3. أصغر CDF موجود عندنا شقد قيمته؟ قيمته 3. حيبقى طبعا هنا المينيمم أصغر CDF 3 بقية البكسلات. اللي تحته هو M في N ناقص 1. M في N يقصد هنا شقد عندي البكسلات، M في N اللي هي 4 في 4. أوكي، 4 في 4 هاي البيانات اللي موجودة عندي، الـ M 4 والـ N 4 ناقص 1، فإذا هنا يكون يعني 16 ناقص 1 شقد يساوي لي؟ 15. هنا أول قيمة للـ CDF 3 ناقص أصغر قيمة موجودة عندي 3 على 4 في 4 ناقص 1 يعني شقد؟ 15 في L ناقص 1. هاي ال L ناقص 1 شنو؟ طلاب إذا قايل لي بالسؤال إنه الإمج مالتي باينري، فإذا معناها ال L عندي 2 اللي هي 0 وال 1، فأقول له 2 ناقص 1. أما إذا قايل لي RGB أو Gray، فمعناها شقد؟ 256 ناقص 1 يعني شقد؟ 255. أوكي؟ يعني 255. فطلاب أرجع أخذ شنو؟ كل قيمة موجودة عندي بالقانون أجي أضيفه هنا، فأطبق كل قيمة لكل بكسل بهذا القانون اللي أنا استخرجته، على أساس أنه أنا أعرف CDFN هو اللي موجود أمامي مباشرة. أصغر قيمة هي 3، لأن هنا عندي أصغر قيمة شقد؟ هي 3 بالCDF. على M في N ناقص 1، M في N هنا عدد البكسلات اللي موجودة، مثلا لو قايلي بالكوستمر يعني شنو ال M في N؟ يعني 20 ناقص 1، أما هنا فأربعة في أربعة ناقص 1. زين، ال L ناقص 1 شلون أستخرجها؟ إذا بالسؤال قايلي باينري إيمج، فمعناها 2 ناقص 1، أما إذا قايلي جراي سكيل أو RGB فميتين وستة وخمسين ناقص 1. أوكي طلاب، واجي أطبق القانون الكل بكسل وأستخرج القيمة. يعني أول قانون، فلنفرض الأول قيمة، إذا طبقت القانون إيش حيصير عندي؟ 3 ناقص 3 على 4 في 4 ناقص 1 في 256 ناقص 1، حيطلع لي شقد؟ حيطلع لي 0. ليش؟ لأن عندي هنا 3 ناقص 3 يساوي 0 على القيمة، فيطلع لي قيمة غير معرفة 0. أجي هنا عندي إذا طبقت اللي بعده، قد عندي CDF 4، فأربعة ناقص أصغر قيمة 3 على 15 ناقص 1 في 256 ناقص 1 اللي هي 255. إذا أجي أستخرجها، فيستخرج لل HN للبكسل الثاني هو 17. نفس الحالة إذا للثالث، شقد هنا عندي القيمة 8، الـ CDF للثالث 8 ناقص أصغر قيمة 3 على 15 في 255، نفس الحالة تطلع لي قيمة الـ HN لبكسل 55 هو 85، وهكذا طلاب بالنسبة لبقية البكسلات. أستخرج القانون أو أخلي القانون مباشرة أمامي وأضيف القيم اللي موجودة بالـ CDF والـ M والـ N والـ L ناقص 1، أستخرج بقية القيم. نفس الحالة طبعاً أجي بعدها لازم أرسم الهستوغرام. بعد ما كملت استخرجت الـ CDF والـ HN بالنسبة للهستوغرام إكواليزيشن، أجي أستخرج
الهستوغرام اللي هو هنا شي يمثل لي، يمثل لي البكسل، وهنا يمثل لي الكاونت. فأجي أخذ هنا القيم عندي من أصغر قيمة البكسل من 50 51 55 70 80 90 إلى 155. أما الواي فأيضا من أصغر قيمة اللي هي الواحد واثنين ثلاثة أربعة لحد الأربعة اللي هو الكاونت اللي موجود عندي. وأجي أرسم الهستوغرام بصورة مباشرة بدون فجوات بين البكسل والكاونت مثل ما أخذنا بالأمثلة السابقة بالهستوغرام. تمام طلاب، هذا فيما يخص الهستوغرام إكواليزيشن اللي ضفنا عليه المختلف عن أمثلة الهستوغرام فقط الـ CDF، قلنا هو يمثل لي الكاونت وأبقى أجمع مع كل كاونت، والـ HN، الـ HN اللي هو أني أستخرجه باستخدام هذا القانون، وعرفنا بهذا القانون كل جزء شنو يمثل لي. أوكي طلاب؟ تمام طلاب، أي طالب عنده سؤال يقدر يكتب لي بالكلاس روم. وإن شاء الله المحاضرة القادمة نأخذ أيضا مثال آخر على الهستوغرام إكواليزيشن وكذلك بقية أنواع الهستوغرام. موفقين طلاب.